كيف تلخص دروسك في دقيقتين؟ اقرأ الدرس جيداً. قبل البدء في عمل الملخص يجب قراءة الدرس جيداً، وسجل في ذهنك أهم النقاط التي تراها أثناء القراءة الأولى، وهذا سيعطيك فكرة عامة عما يدور حوله الدرس. تعامل معه على إنه كتاب وليس درساً. ستعمل هذه النظرة على رؤية النص بصورة مختلفة، وكأنه كتاب تبحث به عن معلومات تفيدك. استخدم الكلمات المفتاحية. قدرتك على تحديد الكلمات المفتاحية الموجودة بالدرس ستجعلك تتذكر الدرس بالكامل عندما تقرأه مرة أخرى. نظم كتابته جيداً. من الخطوات المهمة جداً، وحاول أن تجعل العناوين الرئيسية بنفس اللون والخط، وكذلك العناوين الفرعية. سيساعد ذلك في أن يكون تلخيصك منظماً وجميلاً. احذف النقاط الغير مهمة. حاول أن تحذف النقاط التي ليس لها أهمية حتى يتقلص حجم الدرس إلى النصف، وتحصل على تلخيص قصير للدرس، ويسهل عليك عملية المراجعة. تجنب النسخ واللصق. حاول دائماً أن تعيد صياغة المعلومات بطريقتك السهلة، وذلك سيسهل عليك كثيراً تذكر هذه المعلومات. أعد قراءة الدرس مرة أخرى، وهذه المرة تساعدك على تصحيح الأخطاء إن وجدت، وتدقيق كتابة الملخص. اكتب الملخص بطريقتك. البعض يستخدم الألوان مثلاً في الربط بين الكلمات المفتاحية، وهناك أيضاً من يستخدم الرسم، ولك مطلق الحرية في اختيار الطريقة التي تناسبك طالما تطبق الخطوات التي تم ذكرها. وفي النهاية اجتهد وتذكر دائماً إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. تابعونا ليصلكم كل جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.